تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق نشب اليوم في منطقة الصليبية الزراعية، وكانت الإدارة العامة للإطفاء قد أعلنت أن 6 فرق تابعة لها تكافح حريقا اندلع في مستودعات منطقة الصليبية الزراعية، وتباشر التعامل معه من أجل السيطرة عليه وإخماده. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميل رائد الشمري. رائد، أطلعنا، كيف هو الوضع الآن بعد السيطرة على الحريق؟ نعم بالفعل، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام متابعينا متواجدين في هذا النقل الحي والمباشر هنا من منطقة الصليبية الزراعية، وهذا الحريق الكبير والذي تعاملت معه ما يقارب 9 وحدات إطفاء ومراكز إطفاء في حريق استمر لساعات طويلة، لكن بجهود واضحة لرجال الإطفاء لله الحمد تم السيطرة على هذا الحريق. أكيد تفاصيل عديدة ونقاط ستكون حاضرة من خلال هذا النقل الحي والمباشر. يسعدنا أن يكون بجانبي الفريق خالد ركان المكراد، مدير عام الإدارة العامة للإطفاء. الله يعطيكم الصحة والعافية، عساكم على القوة. حريق يمكن من الأحراق الضخمة أمانة، يشاهد ويتابع من هو تواجد في الخطوط السريعة، يمكن هول صراحة الدخان المتصاعد هنا من منطقة الصليبية الزراعية. نتكلم عن الحريق وطبيعته وكيف كافح رجال الإطفاء هذا الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحريق مثل ما ذكرنا في النشرة السابقة حريق فعلا ضخم، أنا يقدر المساحة تقريبا 8000 متر مربع. تعاملت معه 9 مراكز إطفاء، وأمانة بسبب الكفاءة العالية لرجال الإطفاء حريق بهالحجم يتم السيطرة عليه ولله الحمد، ونعلن السيطرة الكاملة عليه في غضون أقل من 5 ساعات بهالمساحة، بهالمواد الخطرة اللي موجودة، بهالمعوقات اللي موجودة بالموقع. لا يوجد طرق، لا يوجد اشتراطات وقائية، مواد سريعة الاشتعال بجانب مواد فحم، خشاب، زيوت. فعلا عملوا رجال الإطفاء في ظروف جدا صعبة، فأنا ولله الحمد تم السيطرة مثل ما أنتم شايفين، والحين عملية التفتيش النهائية. وأشكر أمانة جميع الجهات الحكومية اللي ساندتنا وعملت معنا في هذا الحريق. ساعات الفريق للأمانة من يتابع ويشاهد يمكن يرصد صراحة حول هذا الحريق، يعني هل من رسالة اليوم توجه من خلال يمكن تواجدنا في منطقة يعني أشبه بمنطقة زراعية، وتواجد هذا المستودع متنوع بالتخزين لمواد عديدة ومواد يمكن خطرة ومش وسريعة الاشتعال. طبعا أي حريق يوصل لهالمستوى تأكد أنه حريق بسبب عدم وجود الاشتراطات الوقائية. طبعا المنطقة هذه منطقة صليبية زراعية، أكيد ما هي مخصصة حق مخازن، ولا مخصصة حق مشتقات نفطية، ولا مخصصة حق توزيع مخازن بأطنان كبيرة. فنعمل إن شاء الله مع الجهات الحكومية المعنية. الإدارة العامة للإطفاء لم ترخص هذه المنطقة ولن ترخص هذه المنطقة، للأسف في جهات حكومية أخرى سوف يتم التنسيق معها عن كثب، وخاصة أن هذا الحريق تكرر للمرة الثالثة. وبالنسبة للإدارة العامة للإطفاء هذا يؤثر سلبا على جاهزية فرق الإطفاء للتعامل مع الحوادث والبلقات اليومية، فأكيد راح يتخذ إجراءات صارمة في هذا الموضوع من قبل الجهات الحكومية اللي عندها الصلاحية أنها تقلق هذه المخازن وتزيلها بالكامل. سعادة الفريق، أخيرا لله الحمد تم السيطرة بالكامل على الحريق؟ نعم، أعلن السيطرة الكاملة على الحريق، والدخان البسيط اللي أنتم قاعدين تشوفونه هذا مجرد عملية تفتيش راح تستمر ساعات لنتأكد أن لا يوجد أي خطورة على المزارع والمباني المحيطة. كل شكر لك سعادة الفريق، قواكم الله أمانة على هذه المجهودات وهذه الطاقة المبذولة دائما من رجال الإطفاء لمكافحة كبرى الحرائق. شكرا لسعادة الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، وشكر موصول للقياديين المتواجدين منذ ساعات طويلة لمكافحة هذا الحريق الضخم، ولله الحمد بسواعد رجال الإطفاء ومع ساعات يمكن معدودة تم السيطرة بالكامل على هذا الحريق، ولله الحمد الخسائر فقط مادية. نعم رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.